السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأخبار من عاصمة الخبر، أهلا بكم. البداية مع التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث صرح رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بأن بلاده تعارض سياسة التكتلات والانحياز وخوض حروب باردة جديدة. وخلال منتدى بواو الآسيوي، أكد لي ضرورة منع الفوضى والصراعات في آسيا وتعزيز رؤية الأمن الشامل ومواجهة العقوبات الأحادية من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل التوريدات العالمية وتحرير التجارة والاستثمار العالميين. دعا رئيس وزراء سنغافورة إلى ضرورة أن تبقى منطقة آسيا منطقة مفتوحة بشكل دائم رغم التحديات الكبيرة، حيث أضاف خلال كلمة له بمؤتمر بواو بالصين أن هناك العديد من القضايا الثنائية والإقليمية التي يجب حلها وإدارتها بشكل سلمي وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تمثل تهديدا إقليميا ودوليا. وصلت رئيسة تايوان تساي إينغ وان إلى نيويورك ضمن رحلة تجريها إلى أمريكا الوسطى، وصرحت رئيسة تايوان بأنها لن تسمح للضغوط الخارجية بمنع بلادها من التعامل مع العالم، وهو التصريح الذي يأتي بعد أن هددت الصين بالانتقام حال إقامة علاقات مباشرة بين الولايات المتحدة وتايوان. وهذا ومن المقرر أن تناقش تساي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها النفوذ الصيني ضد تايوان. من جانبها دعت واشنطن بكين إلى عدم استغلال زيارة رئيسة تايوان كذريعة لزيادة النشاط العدواني ضد تايوان. وصرح جون كيربي المتحدث باسم الأمن بالبيت الأبيض بأن وصول رئيسة تايوان تساي وانغ وان إلى الولايات المتحدة إجراء روتيني ضمن سلسلة زيارات رسمية، وحث كيربي بكين على عدم التصعيد في مضيق تايوان وزيادة توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة والصين. كما دعا كيربي بكين إلى الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة. جدير بالذكر أن الصين تؤكد على تبعية تايوان لها وتعهدت بإخضاعها لسيطرتها بالقوة إذا لزم الأمر. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية بالفعل على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، من القاهرة عاصمة الخبر.